بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 162 قال: وأما قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: إنما، قل إنما، إنما أداة حصر تفيد اختصاص الأشياء المذكورة بالحرمة، فيفهم أن من عداها من الطيبات فهو مباح لا حرج فيه، كما أفادته الآية التي قبلها: قل إنما حرم ربي الفواحش، جمع فاحشة، وهي الفعلة المتناهية في القبح، وخصها بعضهم بما تضمن شهوة ولذة من المعاصي كالزنا واللواط والعياذ بالله ونحوهما من الفواحش الظاهرة، وكالكبر والعجب وحب الرياسة من الفواحش الباطنة. فالكبر من أعظم الكبائر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نسأل الله العافية. فاحذر يا عبد الله عن الكبر وغيره من المحرمات، والعجب أن تعجب بنفسك وأن تحب الرياسة، التعاظم، كل هذا ممنوع. فالمؤمن يتواضع لله ويخاف عقوبة الله، وأما الإثم فمنهم من فسره بمطلق المعصية فيكون المراد منه ما دون الفاحشة، ومنهم من خصه بالخمر فإنها جماع الإثم. الخمر جماع الإثم، لأن السكران يرتكب جميع الجرائم والعياذ بالله. لعن الله الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وساقيها وآكل ثمنها. فالخمر أم الخبائث، والمخدرات أقبح وأشنع. وأما قوله والبغي بغير الحق، فهو التسلط والاعتداء على الناس من غير أن يكون ذلك على جهة القصاص والمماثلة. البغي التسلط والاعتداء ظلماً. وقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وحرم أن تعبدوا مع الله غيره وتتقربوا إليه بأي نوع من أنواع العبادات والقربات كالدعاء والنذر والذبح والخوف والرجاء، كل هذا عبادة ونحو ذلك مما يجب أن يخلص فيه العبد قلبه ويسلم وجهه لله عز وجل. وحرم أن تتخذوا من دونه سبحانه أولياء يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله في عباداتهم ومعاملاتهم. فالتشريع من حق الله، هو الذي يشرع لعباده ما ينفعهم ويحذرهم عما يضرهم، كما فعل أهل الكتاب مع الأحبار العلماء والرهبان، حيث اتخذوهم أرباباً من دون الله في التشريع، فأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك. فلا يجوز طاعة من يخالف شرع الله،
وقوله ما لم ينزل به سلطانا قيد أي شرط لبيان الواقع، فإن كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله قد فعل به ذلك من غير سلطان، فلا يستحق العبادة إلا الله عز وجل، ولا يشرع إلا الله عز وجل، ولا يطاع إلا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأما القول على الله بلا علم فهو باب واسع جدا يدخل فيه كل خبر عن الله بلا دليل ولا حجة، كنفي ما أثبته كحال الجهمية، أو إثبات ما نفاه، أو الإلحاد في آياته بالتحريف والتأويل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: وقد حرم الله القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء، وجعله من أعظم المحرمات، بل جعله في المرتبة العليا منها. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الآية، فرتب المحرمات أربع مراتب، وبدأ بأسهلها وهو الفواحش، وثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم، ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه، ثم ربع بما هو أعظم تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه. فعلينا أن نحذر ما حرم الله. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، في سبعة مواضع في سورة الأعراف. قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على ما يليق بجلاله. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. جل جلاله استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته جل جلاله. وقوله الرحمن على العرش استوى، هذه هي المواضع السبعة التي أخبر فيها سبحانه باستوائه على العرش، وكلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله، فلا يملك الجهم الذي ينكر المعطل لها ردًا ولا إنكارًا، كما أنها صريحة في بابها لا تحتمل تأويلًا، فإن اللفظ استوى في اللغة إذا عدي بعلى لا يمكن أن يفهم منه إلا العلو والارتفاع، ولهذا لم تخرج تفسيرات السلف رحمهم الله لهذا اللفظ عن أربع عبارات ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في النونية، حيث قال: فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان. استوى استقر، علا ارتفع صعد، هذا معنى استوى.
دل على علو الله جل جلاله. يختار هذا القول في تفسيره أدرى أي أعلم من الجهمي بالقرآن، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوٍ على عرشه بائنٌ من خلقه. الله غنيٌّ حميد منفصلٌ عن خلقه، ليس داخل العرش بل هو مستوٍ على العرش. يؤمنون بما أخبر به سبحانه عن نفسه من أنه مستوٍ على عرشه بائنٌ من خلقه بالكيفية التي يعلمها هو جل شأنه، كما قال مالك رحمه الله وغيره: الاستواء معلوم، يعني العلو والارتفاع، والكيف مجهول، كيف استوى لا ندري، الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل وعلا. وأما ما يشغب به أهل التعطيل، أي يجادل به أهل التعطيل من إيراد اللوازم الفاسدة على تقرير الاستواء، فهي لا تلزمنا، لأننا لا نقول بأن فوقيته على العرش كفوقية المخلوق على المخلوق، لا نقول استوى كاستواء المخلوق، نقول استوى استواء يليق به، نحن لا نمثل ولا نشبه. وأما ما يحاولون به صرف هذه الآيات الصريحة عن ظواهرها بالتأويلات الفاسدة التي تدل على حيرتهم واضطرابهم، كتفسيرهم استوى بيستولى، يحرفون قالوا استوى أي استولى أي غلب، وهذا تأويل باطل، أو حملهم على معنى إلى، على العرش استوى قالوا على بمعنى إلى، واستوى بمعنى قصد، هذه تأويلات الجهمية إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل أي الداعي إلى الجهمية زاهد الكوثري. هذا سلك سريقة الجهمية يؤول صفات الله إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التجهم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب أي جدال بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد تعالى الله، ولا فوق العرش إله يعبد تعالى الله، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عن بأين، ونسوا أن أكمل الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بربه صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين، حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء. معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية أي أما مملوكة ترعى الغنم، فعدى الذئب على شاة من الغنم، فلما علم معاوية لطمها على وجهها ثم ندم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيَّن له أنه قد أخطأ حيث لم تطم الوجه، ضرب الوجه محرم، فعند ذلك ندم فقال إذن اعتقها، ما زلت أني أخطأت اعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها أحضر الجارية، فلما حضرت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اعتقها فإنها مؤمنة. لا بد من معرفة علو الله جل جلاله، فربنا العظيم على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بكماله وجلاله وعظمته جل جلاله، فقال النبي أين الله، قالت في السماء، ورضي هذا الجواب. وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض،
بأنه كان في عماء الحديث. قال المعلق: يشير إلى حديث أبي رزين العقيلي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: كان في عماء، ما تحته هواء وما فوقه هواء، وخلق عرشه على الماء. أخرجه أحمد في المسند والترمذي وابن ماجه رحمهم الله. والحديث حسنه الترمذي رحمه الله، وصححه الطبري في التاريخ رحمه الله، وابن العربي في عارضة الأحوذي، وابن القيم رحمهم الله في إعلام الموقعين، وحسن إسناده الذهبي رحمه الله في العلو. وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، مشهور في كتب المسانيد والسنن، وضعف إسناده الألباني في تخريج كتاب السنة لأنه من طريق وكيع ابن حدس أو عدس، لم يوثقه غير ابن حبان. قال يزيد بن هارون: العماء أي ليس معه شيء. ولم يروى عنه أنه زجر السائل الذي قال: أين كان ربنا؟ ولا قال له: إنك غلطت في السؤال. إن قصار ما يقوله المتحذلق أي المدعي الحذق منهم في هذا الباب: إن الله تعالى كان ولا مكان، ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل المكان. هذا كلام أهل التأويل. فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. الرحمن على العرش استوى استواء يليق بجلاله. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذ لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإذا قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ بل الحق أن يقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، ثم خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ثم استوى على العرش. وثم هنا للترتيب الزماني لا لمجرد العطف. فنؤمن أن الله عز وجل على العرش استوى على وارتفع على ما يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وقوله تعالى: بل رفعه الله إلي. وقوله: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات جاءت مؤيدة لما دلت عليه الآيات السابقة من علوه تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا لخلقه، وناعية أي رادة على المعطلة جحودهم وإنكارهم لذلك: تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي الآية الأولى ينادي الله رسوله وكلمته عيسى ابن مريم عليه السلام عليه الصلاة والسلام بأنه متوفيه ورافعه إليه، حين دبر اليهود قتله. والضمير في قوله إلي هو ضمير الرب جل شأنه، لا يحتمل غير ذلك. فتأويله بأن المراد
إلى محل رحمتي أو مكان ملائكتي إلى آخره لا معنى لها، كل ذلك تأويل. فالله رفع عيسى عليه السلام إلى السماء، فعيسى عليه السلام حي في السماء وينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويبقى 7 سنين ثم يموت ويصلي عليه المسلمون عليه السلام. ومثل ذلك يقال أيضا في قوله سبحانه ردا على ما ادعاه اليهود من قتل عيسى عليه السلام وصلبه، قال الله: بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. وقد اختلف في المراد بالتوفي المذكور في الآية إني متوفيك، فحمله بعضهم على الموت والأكثرون على أن المراد به النوم، إني متوفيك أي منيمك. ولفظ المتوفي يستعمل فيه أي في النوم. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل أي ينيمكم. ومنهم من زعم أن في الكلام تقديمًا وتأخيرًا، وأن التقدير إني رافعك ومتوفيك أي مميتك بعد ذلك، فهذا قولٌ بعيد. والحق أنه عليه السلام رفع حيًا، وأنه ينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. قال المعلق يشير إلى حديث: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم عليه السلام حكمًا مقسطًا فيكسر الصليب الذي يعبده النصارى ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي رحمهم الله. والحق أنه عليه السلام رفع حيًا، وأنه سينزل قرب قيام الساعة لصحة الحديث بذلك. وأما قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، فهو صريحٌ أيضًا في صعود أقوال العباد وأعمالهم إلى الله عز وجل، يصعد بها الكرام الكاتبون عليهم السلام كل يوم عقب صلاة العصر وعقب صلاة الفجر. والله يعلم كل شيء ويرى كل شيء، وملائكته يرفعون ذلك كما جاء في الحديث: فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم كيف تركتم عبادي، فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون أي العصر، وتركناهم وهم يصلون أي الفجر. فيجب علينا أن نحافظ على الصلوات. وأما قوله سبحانه حكاية عن فرعون يا هامان، فهو دليل على أن موسى عليه السلام أخبر فرعون الطاغية بأن إلهه في السماء، فأراد أن يتلمس الأسباب للوصول إليه تمويهًا أي مغالطةً على قومه، فأمر وزيره هامان أن يبني له الصرح، ثم عقب على ذلك بقوله: وإني لا أظنه أي موسى عليه السلام كاذبًا فيما أخبر به من كون إلهه في السماء. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبًا؟ فالمعطلة شابه فرعون في إنكار علو الله. فمن إذن أشبه بفرعون وأقرب إليه نسبًا؟ نحن أم هؤلاء المعطلة الذين أنكروا علو الله؟ إن فرعون كذب موسى عليه السلام في كون إلهه في السماء، وهو نفس ما يقوله هؤلاء الجهميون ينكرون علو الله ويقولون الله في كل مكان، وهذا باطل. الله تعالى بيّن لنا أنه على العرش استوى على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى، وهو يسمعنا ويرانا ويعلم حالنا، وهو على العرش جل جلاله استوى استواءً يليق به.
قوله أأمنتم، هاتان الآيتان فيهما التصريح بأن الله عز وجل في السماء. أأمنتم من في السماء، أي الله الذي في السماء. ولا يجوز حمل ذلك على أن المراد به العذاب أو الأمر أو الملك أو الملك كما يفعل المعطلة، لأنه قال من وهي للعاقل، وحملها على الملك إخراج اللفظ عن ظاهره بلا قرينة توجب ذلك. ولا يجوز أن يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف له سبحانه، الله ليس داخل السماء، بل إن أريد بالسماء هذه المعروفة ففي بمعنى على، أي على السماء، على العرش استوى استواء يليق به، كما في قوله تعالى ولا أصل، كما في قوله ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وإن أريد بها جهة العلو ففي على حقيقتها، فإنه سبحانه في أعلى العلو جل جلاله. قال المعلق، علق الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله بقوله لو عبر المؤلف هذا بلفظ للعالم بدل قوله للعاقل لأصاب، لأنه قال من وهي للعاقل. الشيخ إسماعيل الأنصاري يقول لو أنه قال وهي للعالم أصاب، لأن العلم صفة لله، أما العقل لم يرد إثباته لله تعالى، بل للعالم من وهي للعالم. قال الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش جل جلاله.